اليوم جولتنا من داخل أسواق مدينة رمادي مع قبيل عيد الفطر المبارك، حيث توجهت العائلات الأنبارية بشكل كبير إلى الأسواق للتبضع بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تفاجأوا بأسعار الملابس الغالية جدا، وأيضا يعني مثل ما ترون أيضا يعني الجميع توجه إلى أسواق مدينة رمادي على الرغم من كثافة السكان لكن قلة في الشراء بسبب الارتفاعات الكبيرة بالملابس. الآن نلتقي مع أحد المواطنين الموجودين هنا في مدينة رمادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. باختصار يعني أجواء العيد كيف استقبلتوها، وأيضا هل تمكنتم من شراء الملابس للأطفال وأيضا للعائلات؟ والله حقيقة جينا اليوم وحتى نتبضع، لكن مرورا بالمحلات الملابس لقينا الأسعار باهظة جدا، يعني مرتفعة، ما قدرنا نشتري ملابس. أيضا نلتقي مع أحد المواطنين الموجودين هنا في مدينة رمادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حدثنا عن أجواء قبيل عيد الفطر المبارك، يعني هل تمكنتم من استقباله، شراء الألبسة، يعني هذه كسوة العيد؟ والله طبعا احنا مقبلين على عيد الفطر المبارك، جينا نسوق ونتبضع العوائل، لقينا السوق كلش نار، يعني ما قدرنا نشتري اصلا من ناحيه الملابس من غير شغلات. هسه مثل ما تشوف هذا الروش، بس روش، يعني ما حد يقدر يشتري، يعني السوق كلش نار. شكرا جزيلا. يبدو ان الاجواء هنا على الرغم من كثافه السكان المتواجدين هنا في مدينه الرمادي والعائلات توجهت الى اسواق مدينه الرمادي، لكن غلاء الاسعار تفاجؤوا به، فهذا الامر يحتاج الى رقابه من قبل الحكومه المحليه من اجل التخفيف من الاسعار، يعني كل شيء ارتفعت، المواد الغذائيه والسلع واللحوم وحتى الملابس اليوم الان تحتاج الى جهد حكومي كبير لانهاء هذه المشكله التي تواجه الانباريين. نعم.